أقيمت فعالية حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. تهدف جائزة المبدع الصغير دعم الأطفال والنشأ في مجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة. احتفالية تتجدد لعامها الثالث والخاصة بالإعلان عن الفائزين بجائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. جائزة المبدع الصغير تهدف لدعم الأطفال والنشأ في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة بإشراف وتنفيذ من وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، ليستمر نجاح الجائزة للعام الثالث على التوالي. الدورة دي الدورة رقم 3، فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال من سن 5 لسن 8 سنوات ومن 8 ل 18 في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. هذه الدورة على وجه التحديد كانت استثنائية في يعني عدة أشياء، لعل أهمها كم الإقبال غير المسبوق من أبنائنا في كافة أقاليم ومحافظات مصر. احنا وصلنا اكثر من 10,000 طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة الثلاثة بكل الفروع اللي تندرج تحتها. الجائزة خصصت للأطفال والنشأ من سن 5 حتى 18 عاما ليبدع الأطفال في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية. وانطلاقا من حرص الدولة على الاهتمام بهذه المواهب ودعمها، تم مضاعفة عدد الفائزين من 16 طفلا ليصبح 32 طفلا، وأعرب المشاركون عن فرحتهم موجهين الشكر للدولة على الاهتمام بهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم ودعم مواهبهم بنشر ورعاية أعمالهم الفائزة من خلال قطاعات وزارة الثقافة المختلفة. قدمت في مجال تطبيقات ومواقع إلكترونية، قدمت موقع بيتكلم عن آثار مصر بعنوان حضارة مصر، بيتكلم عن أهم المتاحف الموجودة في مصر وأهم الآثار الموجودة في مصر وأهم الملوك اللي عاشت مصر في أوقاتهم. المشروع اللي أنا كنت بعمله عبر عن مصر، عبر عن الكرة الأرضية والتلوث عنها، فعملت إزازة جواها كرة أرضية ونقر حواليها. أنا قدمت عمل مسرحي اسمه مين فينا اللي، بيتكلم عن إزاي ممكن أسرة أو يعني إيه الأسباب اللي ممكن تخلق مريض نفسي، وبنكتشف في الاخر ان مفيش حد سليم، كله مريض نفسي. المشروع بتاعي هو نظام المرور الاخضر الذكي في مجال الابتكار العلمي، وهو مشروع بيوفر الكهرباء اللي بتستهلكها اعمده الاناره في الطرق عن طريق النور بينور بس لما العربيات تعدي. جائزة الدولة للمبدع الصغير انطلقت لأول مرة في مصر عام 2020، وسيتم فتح باب التقديم للنسخة الرابعة اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم ولمدة 3 أشهر، ولأول مرة ستكون بمشاركة المبدعين من الأطفال المصريين بالخارج، وهذا يؤكد أن الاهتمام بالأطفال والنشأ أحد أولويات الدولة لخلق جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق آمال وطموحات وطن هم مستقبله المشرق. محمود جميل، التلفزيون المصري.